اقعدي معانا كمان يومين هتنسي فيهم كل المشاكل. والله يا عليا انت مش متخيله انا قعدتي معاكوا دي فارقه معايا قد ايه بجد. شكرا. ما تقوليش كده، انت اختي بجد. اخد رايك انت بقى في الموضوع. انت ايه رايك يا طنط؟ بذمتك ده الراجل ينفع ارجع له؟ بصراحه لا، ملوش امان. بالظبط، هو ده بالظبط اللي انا حاساه. اهلا يا امجد بيه. ازيك يا نوال؟ اهلا يا بيه. حسينه موجوده؟ اه موجوده يا بيه، اتفضل. حسينه ايه ده؟ الله الله، ده اللي جابك هنا؟ هو انا مش قايله لك امبارح ان انا مش طايقه اشوف خليتك؟ البجاحه دي. ما تعالي بقى وخلينا نعرف نتكلم. امجد وطي صوتك، عيب. احترم البيت واصحابه. احترمني انا يا اخي، ده انا زي والدتك. انا اسف يا انت، ما كانش قصدي ازعق. صوتي عالي بس غصب عني. اهلا وسهلا يا امجد. انا خدتها بس عشان تهدوا شويه وبعد كده اكيد هترجع على البيت. معلش انا دخلت من غير ما اسلم. انا بس مش طايق اللي انا عملته امبارح. كنت جاي اعتذر لها. جاي تصالحني على ايه بالظبط؟ على انك شكيت ان معايا حد؟ ولا انك طردتني في نص الليل بلبس البيت؟ انا فيهم اللي جاي تصالحني عليه امجد؟ أنا لا عايزاك تصالحني ولا عايزة منك حاجة. كل اللي أنا عايزاه إنك تسيبني في حالي، ممكن؟ في حد يعمل كده؟ ممكن تسيبها تهدى شوية ولما تهدى أجيبكوا هنا وتحلوا كل المشاكل اللي بينكوا. حاضر يا علي. وبديها بس الكارت بتاع البيت لو عايزة تروح تجيب هدوم. أنت عارفة أنا كده كده مش موجود. وانا اسف على الازعاج اللي عملته. بعد اذنك يا طنط. اتفضل، ربنا يصلح الحال يا ابني. ولو ان حالك لا هيتصلح ولا هيتعدل. عصبي عصبي عصبي. غلبان والله، فصيح. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.